جنایت و فضیحت بزرگ در زندانهای نوری مالکی. افشاگری بازداشتگان عراقی درباره اعترافات ساختگی زیر شکنجه. تلویزیون الجزیره 27 می 2012، 7 خرداد 91. تشق صرخته صمت القاعة حيث كانت أجهزة أمنية عراقية تعرض ما قالت إنها اعترافات إرهابيين ضالعين في تنفيذ تفجيرات. به گزارش تلویزیون الجزیره، در حالی که دولت مالکی با ترتیب دادن یک کنفرانس مطبوعاتی توسط پلیس در بغداد در صدد بود شماری از بازداشت شدگان عراقی را وادار به اعترافات اجباری و ساختگی کند و آن را علیه مخالفان سیاسی مالکی مورد بهره برداری قرار بدهد، دستگیر شدگان صحنه سازی صورت گرفته و نیرنگ دولت مالکی را در هم شکستند. الجزیره در گزارش خود افزود متهمان در کنفرانس مطبوعاتی پلیس در بغداد همه را دچار شگفتی کردند، چرا که آنها دست داشتن در کارهایی را که به آنها نسبت داده شده بود منکر شدند و گفتند در زیر شکنجه وادار به این اعتراف ها شدند. در بین این افراد یک عضو شورای شهر بغداد از فراکسیون العراقی حضور داشت و این امری است که موجب می شود برخی ها این کار دولت و پلیس بغداد را سوء استفاده سیاسی از قانون در ادامه بحران مربوط به طارق هاشمی و دیگران بدانند. در این کنفرانس مطبوعاتی بعد از اعترافات اجباری برخی از دستگیر شدگان، یکی از آنها به نام لیث مصطفی دلیمی فریاد زنان صحنه سازی ترتیب داده شده را برهم می زند. وی در حالی که فریاد می زند با اشاره به یک سرتیپ می گوید من به خدا بی گناه هستم و می گوید اگر از اینجا برویم ما را می کشند، ما را می کشند. در همین حال ماموران امنیتی مالکی به هم می گویند که او را بگیرید و تلاش می کنند لیث مصطفی دلیمی را از سالن خارج کنند، اما او شروع به افشاگری می کند. معتقلون في قضايا إرهاب بالعراق يتهمون السلطات بانتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب. عقدت مديرية الشرطة في بغداد مؤتمرا صحفيا لعرض اعترافات معتقلين قالت إنهم اعترفوا بالضلوع في هجمات إرهابية، لكن المعتقلين فاجأوا الجميع بإنكار التهم قائلين إنهم اعترفوا تحت التعذيب. وبين المعتقلين عضو في مجلس محافظة بغداد عن الكتلة العراقية، الأمر الذي اعتبره البعض تسييسا للقانون وامتدادا لقضية نائب الرئيس طارق الهاشمي وآخرين. تشق صرخته صمت القاعة حيث كانت أجهزة أمنية عراقية تعرض ما قالت إنها اعترافات إرهابيين ضالعين في تنفيذ تفجيرات. بين المتهمين صاحب الصرخة، اسمه ليث مصطفى دليمي، عضو منتخب في مجلس محافظة بغداد عن القائمة العراقية. تهمته ترأس مجموعة إرهابية من 18 فردا. هي السياسة إذن، فالأمر يتعلق بالعراق وليس بأي بلد آخر، حيث التسييس بلغ مدى يصعب معه التمييز بين ما هو قانوني وما هو سياسي. على الأقل هكذا يصف خصوم رئيس الوزراء نور المالكي الوضع، ويقولون إن الاعتقالات السياسية تستهدف القائمة العراقية وطائفية تستهدف السنة العرب. وقد بلغت قضية الملاحقات مداها في قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي يحاكم غيابيا الآن بتهمة الإرهاب، الأمر الذي نفاه الرجل مرارا. لم يقف الأمر عند الهاشمي، فسرعان ما اتسعت الدائرة لتطال التهم 2 من أعضاء مجلس بغداد إضافة إلى ليث الدليمي، مما يرخي بمزيد من الظلال الداكنة على مستقبل العملية السياسية في العراق في ظل المالكي المتهم
من خصومه بإدخال البلد في حكم الرجل الواحد والحزب الواحد، ومن يعترض أو يرفض فسيف القانون والملاحقات جاهز ليرفع في وجهه، لكنه سيف بحد واحد بحسب كثيرين. فالاتهامات التي توردها منظمات حقوقية دولية لنور المالكي نفسه لا تجد في عراق اليوم من يحقق فيها أو يصدر بشأنها مذكرات توقيف. وتقرير هيومان رايتس واتش الشهير مطلع هذا العام حاضر لا يزال في ذاكرة العراقيين وأدراج رئيس الوزراء. يقول التقرير فيما يقول إن المالكي وحراسه يديرون سجونا سرية منها معتقل شرف وعدالة 2، حيث يرزح آلاف العراقيين بدون محاكمات، يصادف أنهم جميعا من خصوم المالكي في السياسة وأشياء أخرى.